مرحبا بكم. اللي هرب للجواج هرب للطاعة وكملت الدين، واللي اعطى قرار جواج لوالديه مرضي ومهدي ولا كلام عليه. ولكن لما كيولي الجواج على طريق الوالدين مشكلة حقيقية. جوجوني بلا شواري، موضوعنا اليوم في قصة الناس. بغيتي تنتحري وامك عرفات باللي انت باغا تنتحري باش ما تجوجيش، ورغم ذلك خصك تجوجي وربي كبير. صافي قالت لك لا صافي تجوجي صافي. علاش هي بغات تحيدك من من من, من طريقها؟ علاش حك ما عندهاش، ما كانش حنايا عندنا دار فاش غادي نعيشوا كاملين. دابا عندي جوج خواتات مجوجين كبارات. كنت تمشي مره عند هذيك ومره عند هذيك، وده تقول لي لا هذيك العيشه خايبه. قالت لك من الاحسن حتى انا نشوفك بمجوجه وبدارك وبوليداتك، هذا هو الغرض ديال امي. واش انت منين تجوجتي بيه رغم ذلك بقيتي ديما رافضاه؟ واخا مجوجه بيه تتحسي باللي انت ما باغاش؟ انا ملي تجوجت بيه قالوا لي لا ما بغيتيش دابا، غادي ملي غيتزوج بك راه غادي تبغيه. لا توالفوا تعاشروا يمكن تبغيه. ولكن هو لا ما عرفتش انا كيدير هذاك النوع، ما عرفتوش. امك عجبها الحال؟ امي هي في الاخر ملي هرس لي نيفي. هو هرس لك نيفي؟ هرس لي نيفي، شدني من شعري بحال هكا وخشاني في الحيط. فاش خشاني في الحيط جات الوالده شافته في ديك، شافت الدمايات وكل شيء. الدمايات كاع هادشي يعني جرحتي. قالت ليه علاش درتي لها ولد الحرام هكا؟ شدها ويرميها ليا. جوجكم جمعكم ضرب حتى امي. شكون اللي كتلومي في هادشي كله؟ شكون سبب عذابك في هادشي كله؟ امك ولا راجلك ولا انتي ولا شكون؟ اش نقول لك؟ نقول لك هو السبب ديال هادشي كله. هو اما امي، انا امي بغات يتزوجني حتى انا، وبغات تكون عندي دار ووليداتي، وهذا الشيء الهدف ديال امي. ما بغاتنيش نبقى نمشي عند اختي ولا نتكرفس ولا شي حاجه. المهم انت ما تزوجتي، رغم ذلك ما عرفتيش الام ديالك؟ لا ما عرفتهاش، لا الام ليها. ولا الاب والوالد ديالي الله يرحمه ما عرفتهمش. قبلتي من الدقه الاولى تزوجي؟ واخا ماشي مشكل. الانسان كتكبر صافي ما عندك علاش غادي تبقاي في الدار، رغم انني ماشي الظروف ديالنا واخا نبقى في دارنا يعني كتسمح، ماشي ما كاين حتى مشكل. اي امي وهذا ما عنديش مشكل. قلت واخا ماشي مشكل، ربما نقول لهم لا ربما ينويو شي حاجه. اييه بحكم انني مازال صغيره ربما كتهرب من الزواج هذيك، ما عندها شي مشكل ياك. نعم. ما عندها شي حاجه. نعم قبلت قلت ماشي مشكل. ومنين جا هذا السيد وشفتيه؟ عجبك؟ عجبتيه؟ هو كيقول، ولكن انا ما فكرتش انا فاش غادي يعجبني. فكرت انا غندير واحد العقده، غادي نتزوج غادي نبقى معاه وغنولد وليداتي وغنعيش حياتي حتى الاخر. نعم ما عرفش انا غادي غنوصل غير واحد المده وغادي نديروا ليها غادي نحبسوها. الزواج ديال دابا لا نقولها. قولي لي. ما بقاتش الامان والثقه لا في البنات ولا في الاولاد. احاول مصلحه بغاها خدامه وهي كتبغي خدام. حنا ما كناش نقلبوا على الراجل واش خدام ولا ما خدامش. الا جا لا ما يتعشى تحمد الله وتشكروا عليه. وكتقول يا ربي يجيب الرزق، وبدرجه بدرجه حتى يطلع الرجا. ما كانش راجلك الحاجه فاطمه الحكام؟ كان لاله محجبني وكان ما كنخرجش. هذيك الحكام هذاك الزيار انت كنتي قابله به وما كتعتبريش هذاك راه عز عند المراه. هذاك شان هذاك عز، حيت حنا دابا كيجي لنا الله حكام والعنف. لا هذاك راه العز، هو معزوز وهي معزوزه. هذا الزمان هذا اللي ولينا تنهضروا على الحب وكنهضروا على المشاعر والرومانسيه. الحب تيجي من بعد من تتولدي وليداتك. زمانكم ما كنتوا كتعرفوا شنو شي حاجه؟ لا ما كنعرفوا لا حب لا ولا تنعرفوا المراه باخد الراجل حاكم عليها، واخا يصوتها تقعد في دارها متمسحخن وانت وتاكل حدا ولادها. وشحال ولدتي مع هذا السيد؟ 12 نفس. تبارك الله. ماتوا سته وبقاو سته. والله رضي على دوك السته اللي باقيين. 12 كرش و12 نفيسه و هادشي كلشي دوزتي على حقه وطريقه. على حقه وطريقه وبالحول وبالدجاج البلدي. من دوك 12 نفوس اللي ولدتي كاين معانا اليوم هو بنتك. ها هي. ايه. انت اللي جوجتيها. انا اللي جوجتها. انت نجحات حياتك مع راجلك. انا ظلمتها. ولكن هاد البنت ظلمتيها. ظلمتها. الا نسحب راسي غنخرج بحال اللي جوجتني امي غيخرج حتى هو. قلت انايا يعني شت الراجل درويش وهادي وهذا، قلت انايا اللهم تولد وليداتها صغار حسن ما تتكبر عاد بقات هذا. ساعات ندمت. ندمتي؟ ندمت ما نكذبش عليك، تسمح لي وتغفر لي. اش تقولي لبنتك؟ تغفر لي وتسمح لي.
الله يسامح على الجامع ماشي مشكل. تسمح لي انا ما نسحابش نقسموا لك يمين ان لا لا وهذا المجمع يا ما نسحبوا غيخرج هكاك. جوجوني بلا شواري كانت هي قصتنا اليوم في قصة الناس، باقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصة الناس من اليوم. انت واحد اخر، السلام عليكم.